كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عمل جلسة مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق على هامش تمرين اللعيبة النهاردة، واطمن عبد الحفيظ من طبيب الفريق على حالة اللعيبة المصابة وموقفهم من العودة للتدريبات الجماعية وكمان التواجد في حسابات الجهاز الفني للمشاركة في المباريات.